وكأنه بداية اليوم، استقبلت الشمس الصبح بشوق وحماس في البيت. ضوء الشمس اللطيف يدخل من الشباك، يبدو الجدران الخشب دافئة ومحببة. أهلاً، أنا كيفن رافائيل، وأود أن أرحب بكم في حلقة مثيرة جديدة من برنامج مذكرات السماء، الذي يتناول حياة وإرث بعض الشخصيات المؤثرة في الكتاب المقدس. الآن، دعنا نبدأ في رحلة مع ماري جورج، وهي تأخذنا في حكاية القيامة العظيمة، وقت مليء بالغموض والفرح والبدايات الجديدة. هل أنتم مستعدون للمغامرة؟ هيا بنا. مرحبا بكم جميعا، أنا ماري جورج. انضموا لي في رحلة خلال الكرة الأرضية لاكتشف قصة عيد الفصح. تخيل الاستيقاظ على عالم تبتدئ الأمور فيه من جديد. تزهر الأزهار والأشجار تتفجر بلونها الأخضر، والهواء يملأه وعد ببدايات جديدة. هذا هو جوهر عيد الفصح، احتفالية بالحياة والتجديد والأمل. لكثيرون حول العالم يروي عيد الفصح القصة الرائعة لقيامة المسيح، رمز الغلبة على الشدائد ومنارة الأمل للملايين. إنه تذكير بأن الضوء يعود دائماً بغض النظر عن الظلام. من الولايات المتحدة إلى إيطاليا، من أستراليا إلى المكسيك، عيد الفصح يحتفل به بأشكال متنوعة ورائعة. الناس يرسمون على البيض الذي يرمز للحياة وإعادة الولادة، ويشاركون في البحث عن البيض، ويستمتعون بوجبات خاصة، ويشاركون في المواكب الممتلئة بالموسيقى والفرح. كل تقليد يعبر عن نفسه بطريقة رائعة حول مواضيع عيد الفصح العالمية. ليس عيد الفصح فقط حول الاحتفالات الخارجية، بل هو أيضاً وقت للتجدد الداخلي، يعلمنا بالنمو والعطف وتغييرات إيجابية في حياتنا. كما تستيقظ الأرض في الربيع، يمكننا أيضاً التفكير بالإمكانيات الجديدة. قلب عيد الفصح يتحدث لنا جميعاً، بغض النظر عن طريقة الاحتفال. رسالة فيها الأمل والوحدة وقوة الحب الرائعة لتجمعنا. يعلمنا أننا، مهما كان مصدرنا، لدينا أحلام مشتركة ورغبة في عالم مليء بالسلام والفرح. أيها المغامرون، دعونا نحمل روح العيد في قلوبنا. دعونا ننشر اللطف كالبذور ونربي عالماً يمكن للجميع فيه الازدهار. أتمنى لكم عيد فصح مبهج مليان بالمغامرات الود والفرح. شكراً لرحلتنا الرائعة معاً في قصة عيد الفصح. حتى اللقاء، واستمروا في الاستكشاف والحلم. أنا ماري جورج. الآن دعونا نسمع من كيفن عن كيف تعلمنا من عيد الفصح لتحسين أنفسنا. يا لها من قصة مدهشة. شكرا لك يا ماري. تخيل العالم يستيقظ من شتاء طويل وبارد. كل شيء جديد وناصع، هذا ما يعنيه الفصح، بدايات جديدة. التعلم والنمو كالنباتات، نقدر أيضا أن نبدأ من جديد ونتعلم أشياء جديدة ونحقق تطوراً رائعاً. كما أقام المسيح من الأموات بمجد الأب، يمكننا أيضاً العيش بحياة جديدة. رومية 6:4. العيد ليس فقط عن الشوكولاتة والأرانب، هذا الوقت الذي نجتمع فيه، نحتفل مع الأصدقاء والعائلة، وقد نجعل أصدقاء جدد. إنه يعلمنا أنه عندما ننضم الأيدي والقلوب، يمكننا أن نخلق لحظات جميلة وأن نتفهم أكثر. أحياناً الأمور لا تسير كما هو مخطط لها، لكن العيد يذكرنا أن الأمل موجود دائماً، وأن السعادة يمكن أن يتم العثور عليها في أبسط الأشياء، مثل العثور على بيضة الفصح أو رؤية زهرة تتفتح. هذا عن رؤية الجانب المشرق وابتسامة في الأوقات الصعبة. العيد أيضاً تذكير بأن يكون العطاء ومساعدة الآخرين، سواء أكان ذلك زراعة شجرة، مساعدة صديق، أو مشاركة ما لدينا، كل فعل خير يجعل العالم مكاناً أكثر إشراقاً. والجزء الأفضل هو أننا نكبر قليلاً من الداخل مع كل شيء جيد نفعله. أيضاً وقت للتفكير بشأن كيف يمكننا أن نكون أفضل ما فينا. هل نحن كرماء؟ هل نحن نشارك؟ هل نحن نستمع؟ يشجعنا العيد على أن نكون أصدقاء أفضل، أفراد أسرة ومواطنين للعالم. عندما نحاول نجعل كل شيء حولنا أفضل أيضاً. فلنأخذ روح العيد في قلوبنا، دعونا ننمو، ننشر السعادة ونكون هناك لبعضنا البعض. هذا هو السحر الحقيقي للعيد، عيد سعيد للجميع، ربنا يجعله عيد فرح وأمل وشوكولاته الكثيرة. شكراً لانضمامكم إلى مغامرتنا في العيد، حتى المرة القادمة
ابتسموا دائما ونشروا اللطف. هذه سلسلة السجلات الإلهية. أنا كيفن رافائيل، أنا رجل أسود، أحب الله وأتمنى أن يحبني أكثر. مع السلامة. هل أعجبتك قصتنا التاريخية الممتعة؟ إذا أعجبتك أعطنا إعجاباً، اضغط زر الاشتراك ورن الجرس لعدم فقدان الحلقة القادمة. عرض من وندر ستوديو، إنتاج كيفن رافائيل.